عمل ظهر فيه ثلاث أشخاص ولكنهم يمثلون نسخة كاملة متكاملة. الليلة مثل ما ذكرنا هي بداية انطلاقة ومقبلات لطريق طويل إن شاء الله راح نستمتع فيه كلنا مع بعض. أحمد مامي مهندس الصوت الجميل، يا مرحبا، هلا وسهلا يا أحمد، يا مرحبا. أحمد أنت عشت مع المتسابقين طول الفترة الماضية، تفضل هنا قرب شوي. أحمد إيش شعورك اليوم أن تشوف مثل هالخطوة الجديدة؟ والله بما أني يعني من الناس اللي لي بصمة بسيطة في هذا الفيلم، فبصراحة الفيلم جدا جميل وجدا رائع، وأتوقع أنه حيكسر الدنيا بإذن الله. هذا اللي بالمختصر أقدر أقوله. يا سلام، شكرا لك يا أحمد مامي، يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على الأعمال الصوتية اللي أنت جالس تظهرها لنا في برنامج الاستديو. يعطيك العافية يا هلا بك. شكرا يا حبيب قلبي يا أحمد. الله اللي دائما يوثق الكواليس ويوثق اللحظات السعيدة، اليوم احنا ناخذ معاه لقاء.